بمشاركة 55 عضواً من فريق إكسبو للمعارض التراثية، أقيم المهرجان الصيفي الأول للتراث والحرف اليدوية الذي يسعى للحفاظ على التراث الكويتي وحرف الآباء والأجداد. أن يكون أول مبادرة بالصيف تكون في معرض تراثي حرفي وإقامة دورات ومهرجان وأيضاً هدايا ومسابقات للجمهور بشكل كبير. هدفنا الحفاظ على التراث الكويتي، الحفاظ على ماضي الآباء والأجداد والحرف الكويتي الأصيلة. 55 من أعضاء فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمدعين الكويتيين مشاركين بهذا المعرض. في إقبال كبير من الأخوان المرتادين هذا المعرض. نتمنى بالقريب العاجل أن نرى هذه المهرجانات في أغلب الجمعيات التعاونية. سوف إن شاء الله بالقريب العاجل سوف تعميمها على الجمعيات عشان نتذكر ماضينا الجميل وكذلك دعم الأخوان الحرفيين. متحمسين على إقامة مثل الورش العمل والشغلات الحرفية الكويتية القديمة لتوعية الجيل الجديد بالحرف اليدوية الموجودة. الحرفيون أبدوا سعادتهم بهذه المشاركة وما يلمسونه من دعم كبير من المسؤولين والجمهور. الحمد لله جمعية السالمية يعني كمبادرة حلوة إن بالصيف إن تسوي معرض حق اهالي المنطقه عشان تشوف فريق اكسبو. بالعكس كدافع لنا زين، مع ان احنا ترى عندنا بالسنه 145 معرض. انا مشاركتي بالمعرض هني اكتب اسامي الناس وخليهم اذا بيجربون يكتبون واعلمهم بنفس الوقت، يعني مسكه القلم، انواع الخطوط، اي سؤال عندهم اسوي لهم مني. المشاركات في هذا المعرض تنوعت بين دورات وورش مباشرة للراقبين، فضلا عن تعليمهم صنع المجسمات التراثية وفن الخط والنحت.